يلا. جمعنا الشعب المغربي والعربي والإفريقي وقدمنا مستوى قوي وكنا نريد حصد المركز الثالث وقاتلنا أمام كرواتيا، ولكن في النهاية لم نستغل الفرص التي سنحت لنا بالشكل الأمثل. الحمد لله نحن في الأربعة الأوائل وهذا كان حلما للجميع، ففي البداية كنا نصارع لتجاوز دور المجموعات واليوم نحن بين الأربعة الكبار. أمامنا 4 سنوات للعودة من جديد وهدفنا من الآن حصد كأس الأمم الأفريقية. أنا عايز أقف عند دي. ما أنا قلتها عشان أنت إيه ترد عليا. بصراحة بس في أسيست بيحصل. بالظبط أهو بص كده بتاع ميسي اللي بص اللي عامله هو عامل كده. وليد الراجل بصراحة يعني مدرب متزن في تصريحاته، عاقل تماما، عارف بيقول إيه، عارف ما له وما عليه، عارف إن المنتخب المغربي الشعب المغربي مش هيقبل بأقل من اللي حصل في كاس العالم في بطوله كاس الامم الافريقيه. يمكن شفناه في احدى المؤتمرات بيتكلم بيقول احنا عايزين نغير الثقافه بتاعتنا، ليه المدربين بتوعنا ما يطلعوش يدربوا في اوروبا. فانا بحترمه جدا على تصريحاته المتزنه. طب لا ممكن الراجل ده تلاقيه في فرقه من فرق اوروبا، ده وارد جدا. صحيح. ده من ضمن لاعب مربع ذهبي في كاس العالم، فبالتالي العين هتبقى عليه. هو الثقافه الفرنسيه وعايش في فرنسا طبعا، وده بيبان في المؤتمر. ويعني شفنا النهارده خلص كاس عالم خلاص تفكيره خلاص في البطوله اللي جايه ايه، هنعمل ايه. واعتقد انه هيقعد مع لعيبته، انجاز كبير جدا. منتخب المغرب هيبقى من اقوى المرشحين في بطوله كاس الامم الافريقيه النسخه اللي جايه، وهيبقى خصم عنيد جدا 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 في البطوله، ومش محدش هيعرف يقف قدام منتخب المغرب خلال الفتره اللي جايه، لان اللعيبه بقى عندها الدافع والحافز انها تقدم اكتر من كده. يعني عندها الدافع انها خلاص احنا خدنا رابع عالم، ناخد كمان بطوله كاس الامم الافريقيه. الامور كنا عايشينها في 2006 و2008 و2010 بالظبط، المكسب بيجي الجو ده والاتموسفير ده بالظبط.